السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت ندير معكم تاختو فلون سهلة وبزاف بنينة. بسم الله، نديرو أن ليتر دو لي في كسرونة، كل شي بارد في بارد، نديرو ربع حبات بيض معاها لو بلون ولو جون كاملة، وكل شي بارد في بارد. نزيدو معاها كاس سكر، ونزيدو دو كويير دو فلون، دو كويير دو فلون فاني. بسم الله، واحد، زوج. هاد لو فلون نديروه من زمان، يجي بزاف بنين. هاد الوصفة تاع أمي ربي يحفظها إن شاء الله. نخلطوه مليح لكاع المكونات تتجانس كما راكم تشوفوا. نزيدو معاه ان فيغ دو مايزينا موان دو دوا، ان فيغ دو مايزينا موان دو دوا، ناقص اسبوعين كما هكا. ونحركو مليح مليح ونشعلو عليه النار، والنار ما نديروهاش فوخت، اللي تكون النار ناقصه شويه على متوسطه، ماشي متوسطه، باسكو متوسطه دي فوا تكون فوخت، نديروها شويه ناقصه ونحركو، نقعدو غير نحركو بدون توقف حتى اللي يتقال، حتى اللي يولي على هذا الشكل كيما هكا. سا برون دو طون شويه في التحراك، بصح نورمال، غير بشويه بشويه حتى اللي يتقال باش تجيكم تيكستور شابه. وبارابور العجينه ديجا درتها معاكم في تارتو فريز، راهي كاينه في القناه تاعي، سهله ماشي صعيبه. المهم في العجينه كي تخلوها تريح، مادام تريح مادام تجي مليحه. الوغ ونزيدو دروك هذاك لو ميلونج تاع لو فلون اللي درناه، نزيدوه هكاك حامي، كلشي خضر في خضر. بون لو ميلونج هذاك يكون طاب بيان سور، تقال ولا با تكون خضره كيما راكم تشوفوا. نفرغوا كاع لا كونتيتي في لو بلا تاعنا فوق العجينه كيما هكا، ونديروها او فور. لو فور اللي نكونوا ديجا شعلناه من قبل، انا درتها على 180 درجه، وكل وحده تعرف لو فور تاعها كيفاش يدير، كاين اللي بزاف حامي وكاين اللي. وهذا الشكل النهائي تاع لا تارت او فلون تاعنا. كيما نخرجوها سخونه نطلوها بلا جولي كيما هكا، ونديروها في الفوق في باردون في الثلاجه تبرد على الاقل ساعتين حتى تبرد مليح. انا خدمتها في الليل وكونسوميتها لو لوندوما باش تبرد لي مليح. هذه هي لا جولي اللي استعملتها انا ملبس الحلويات. وهذا الشكل النهائي تاعها، كي تبرد ان شاء الله نقطعها ونزيد نوريها لكم. ما تنسوش تسيو هاد لا روسيت، الي بون، خفيفه وسريعه، ما تشدش وقت. هذا هو الشكل النهائي تاعها، تجي بزاف بنينه. وما تنسوش ديروا ابوني وديروا جيم الى عجبتكم الوصفه تاعي، وان شاء الله الفيديو القادم